قرر الاتحاد المصري لكرة القدم توجيه 1,000,000 جنيه مصري من إيراد مباراة مصر وأوغندا التي أقيمت باستاد برج العرب ضمن الجولة الرابعة لتصفيات أفريقيا لنهائيات كأس العالم كتبرع لمستشفى أبو ريش للأطفال بقسميه، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به الاتحاد المصري لكرة القدم. كان الاتحاد المصري سبق له التبرع للجهة نفسها بمبلغ مماثل من إيراد مباراة مصر وغانا التي أقيمت في إطار تلك التصفيات في نوفمبر الماضي، ويتصدر منتخبنا الوطني ترتيب المجموعة الخامسة بتسع نقاط قبل أوغندا صاحب السبع نقاط، وتحتل غانا المركز الثالث بأربع نقاط، وأخيرا الكونغو المتديلة بنقطة واحدة.